شيء أنا أخترعه، شيء جديد أو شيء قديم وأضيف لشيء عشان أسوي جديد. هذا معنى الإبداع. من أسماء الله الحسنى البديع. الله اسم ثاني بديع، اسم ثاني كريم، اسم ثاني رحيم. كيف؟ يقول تعال عند المريض، مريض داخل مستشفى. أنت أي مريض؟ مريض أنت تشوف الله. أنا موجود هناك. أنا مرضى. الله موجود. إيه. عشان تجي تصير مريض قول له الله خليك. طبعا بغض النظر عن اللي يسمعون الناس اللي تتكلم، منو الصمت؟